السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، مساء السعادة، مساء الرضا، مساء كل شيء حلو في هذه الدنيا. راح نحط الشبت في الميكرويف ونشوف النتيجة. طبعا بعد دقيقة فتحت الميكرويف، راح أطلعه وفلفل الشبت. طبعا أبغى مرحلة تجفيف ونرجع مرة ثانية بالميكرويف. زي ما انتم شايفين بدأ ينشف الشبت، بس انتبهوا المرحلة هذه ممكن لو تخلونه زيادة ممكن يحترق يولع نار، انتبهوا له. رجعوا مرة ثانية وثانيتين وسكروا عليه. طبعا اللي تخاف إذا وصل المرحلة هذه، طبعا ما بعد نشف مرة بس انه تجفف من الموية. طبعا هذا اللي يبغى الشبت ينشفه ونفس اللون ما يتغير، ما شاء الله تبارك الله. يعني دقيقتين بالميكرويف، وكل ما صار نص دقيقة طلعيه وقلبي حتى يصير بالقوام هذا، شايفين؟ وخلوه عاد شوي وبعدين ينشف، وجمعوه وحطوه في علبة وقت الأشياء اللي انتم تبغونها حاجتها حطوه. وبالعافية علينا وعليكم، ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا الشبت بعد دقايق اللون خطير، شايفين؟ ما تغير أبدا، على نفس اللون الأخضر، علم، ما شاء الله تبارك الرحمن. وبالعافية، إن شاء الله استفدتم من الطريقة وفالنا وفالكم كل خير. طبعا عادي تجففين الفلفل بطريقة اللي هو الأحمر أو شيء زي كذا بالميكرويف، إن شاء الله راح يضبط مثل ما ضبط، بس يبغاله انتباه.